أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية من قناة الغد المشرق. نبدأها بالعدو. المبعوث الأمريكي لليمن يقول إن الهدنة الأممية هشة ولا تعالج أسباب الحرب، ومجلس التعاون الخليجي يسعى لهدنة أطول. موجة صراع جديدة بين قيادات ميليشيات الحوثي حول ولاء القبائل. فريق كيان لون يختتم معرضا فريدا من نوعه يضم أكثر من 50 لوحة فنية خارجة عن المألوف في عدن. أهلا بكم. قال المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندر كينغ في منتدى اليمن الدولي المنعقد في ستوكهولم إن الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة باليمن هشة، لكن يمكن البناء عليها. في اليوم الثاني لأعمال منتدى اليمن الدولي التي ناقشت الجهود الإقليمية والأمريكية في اليمن، ألقى المبعوث الأمريكي تيم ليندر كينغ كلمة قال فيها إن الجميع يتفق بشدة على أن الهدنة لا تعالج الأسباب الجذرية للحرب في اليمن، وأن الجميع قلق من إمكانية التراجع عن الهدنة الهشة، معبرا عن آمله في تعجيل وصول اليوم الذي يتمكن فيه اليمنيون من الاجتماع معا لبحث الأسباب الجذرية. وفي حديثه عن الهدنة أشار ليندر كينغ إلى أن الهدنة تحظى بترحيب شديد من الولايات المتحدة، معتقدا أنه لا يمكن إنهاء الحرب دون التعامل مع قضايا العدالة والمساءلة، وتبني رؤية متفق عليها لما سيبدو عليه مستقبل اليمن. وفي الجلسة ذاتها قال سفير مجلس التعاون الخليجي لدى اليمن سرحان المناخر إن المجلس يسعى في الفترات المقبلة لهدنة أطول في اليمن ولعقد مشاورات أوسع لما يعزز السلام والأمن في المنطقة. وانطلقت أعمال منتدى اليمن الدولي 2022 في العاصمة السويدية ستوكهولم، وتناولت المحادثات المعمقة التي قادها اليمنيون قضايا تشمل التحديات الاقتصادية وقطاع الأمن والقضية الجنوبية وأفضل السبل لتعزيز جهود صنع السلام. يحتدم الصراع على الثروة والقوة بين أجنحة الميليشيات الحوثية حتى وصل للقبائل، وتسليط الضوء على تشكيل التحالفات من قبلهم لكسب الولاء، فهي القوة الحقيقية التي تملكها الميليشيات الحوثية في حربها على البلاد. وكأنما بدأت تلك اللعبة تنقلب على أبطالها، فالمسميات الوهمية والمناصب الخرافية التي تتقمصها أذرع الميليشيات الإرهابية في البلاد اليوم تتكشف خفاياها. الاصطدام بين المدعو أحمد حامد والمدعو الآخر محمد الحوثي قد خرج على السطح منذ بدء محمد الحوثي بإنشاء أجهزة أمنية فردية وتكثيف تحركاته في المناطق بين القبائل والسيطرة على أكبر قدر ممكن من العقار. في خطوة منه دبت الرعب على مدير مكتب الرئاسة في مكتب الحكم بصنعاء بقيادة أحمد حامد المسؤول على حوثنة مفاصل الدولة لتنشط تحركاته في الفترة الأخيرة بشكل ملفت ليحجم من سيطرة محمد الحوثي، ويبدأ بتشكيل وحدة معلومات تجسسية للحصول على بيانات قيادات حزب المؤتمر وقيادات جناح صنعاء، حيث يسعى حامد إلى تحدي نفوذ محمد علي الحوثي في أوساط المجتمع القبلي، وعلى إثره قام بتقديم مقترح مدعوم بقائمة طويلة من أسماء شيوخ قبائل مطلوب طردهم من مواقعهم على رأس تجمعات القبلية وتعيين آخرين، وطلب دعما لتنصيب عناصر قبلية أكثر ولاء للميليشيات، كون هؤلاء الشيوخ إما خارج البلاد أو غير فاعلين في مشهد الحرب، حيث يعتبر حامد بقاء تركيبة القبلية والنفوذ القبلي لكثير من شيوخ القبائل في المجتمعات القبلية يمثل تهديدا مستقبليا للميليشيات وسيطرتها. وفي المقابل يتحرك محمد علي الحوثي ضد مشروع أحمد حامد كونه نسج علاقات قوية مع بعض المكونات القبلية والشيوخ الحاليين، حيث أنه يرى في مقترح ومشروع أحمد حامد تهديدا للنفوذ في أوساط القبائل، وطرح بالمقابل مقترحا مضاد
يفيد بضمان ولاء الشيوخ للميليشيات عبر ابتيازات إضافية وتقريبهم من السلطات في المحافظات بدلا من الإطاحة بهم، ليسارع محمد الحثي ويعقد اجتماعات مع رموز قبلية واجتماعية وشيوخ ورجال دين ليسوق لمقترحه الجديد. وبهذا المقترح يسعى محمد علي الحثي لنصف ما يخطط له أحمد حامد من توسيع نفوذه في أوساط المجتمعات القبلية بعد أن وسع نفوذه بين أوساط القبائل اليمنية التي طمست هويتها الميليشيات وحرفت عقولها. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل سنشهد انقلابا داخل سلطة الانقلاب قريبا؟ استعرضت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير حمل عنوان الألغام تفتك باليمنيين في الحرب والسلم حادثتين داميتين تعرض لهما مواطنون في محافظة الحديدة نتيجة الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي. في تقرير حمل عنوان الألغام تفتك باليمنيين في الحرب والسلم، عرضت وكالة الصحافة الفرنسية فرانس بريس حادثتين داميتين تعرض لهما مواطنون في محافظة الحديدة خلفتها ميليشيات الحوثي الإرهابية بألغامها الغاشمة التي زرعتها في المدينة. التقرير ذكر في الحادثة الأولى أن طفلا يدعى مراد المروعي وهو في 9 من عمره كان يقوم بجمع مخلفات وعلب ليتمكن من بيعها عندما انفجر به لغم تسبب في مقتله عند أحد شواطئ مدينة الحديدة. وبحسب وكالة فرانس بريس فقد كان الضحية برفقة شقيقه يحيى البالغ من العمر 15 عاما عندما اغتاله اللغم الجائر. ويروي يحيى ابن هذه العائلة المكلومة أنه كان على بعد أمتار قليلة عن شقيقه لحظة وقوع الانفجار، ويقول أن مراد اختفى فجأة وأنه لم يرى منه سوى يده وساقه. الحالة وبحسب والد يحيى فقد خلفت حالة نفسية ليحيى وحالة من الذعر لمجرد سماعه أي صوت مرتفع يتهيأ له أن هناك لغما قد انفجر. كما حرص والد مراد ألا يرى أحد من عائلته جسده المبعثر لما للمشهد من آثار نفسية صعبة على والدته وبقية أشقائه. أما الحادثة الأخرى فسجلتها فرانس بريس في مارس الماضي حينما كان شاب يدعى عبد علي بعمر 23 عاما في سيارته مع شقيقه وابنه وأولاد شقيقته في طريقهم إلى مدينة الحديدة. وبحسب تقرير الوكالة أنه خلال الرحلة مروا بجوار قريتهم التي اضطروا للنزوح منها بسبب القتال وقرروا تفقدها من أجل النظر في إمكانية العودة إليها، ولكن عبد رفض ذلك وتركهم خلفه. ويروي عبد أنه لم تمر 5 دقائق حتى سمع دوي انفجار السيارة بلغم أرضي كبير. وتبقى ألغام ميليشيا الحوثي الانقلابية وخصوصا في مدينة الحديدة خطرا يتربص باليمنيين في كل لحظة، حيث حولت الميليشيات وبحسب منظمات عديدة وتقارير صحفية وحقوقية مدينة الحديدة إلى حقل ألغام يخلف كابوسا يؤرق أهالي المنطقة. اختتم فريق كيان لون أول معرض فريد من نوعه يحمل عنوان ماهيات، والذي ضم أكثر من 50 لوحة فنية خارجة عن المألوف تميزت باستخدام النفايات وإعادة تدويرها. برعاية المجلس الانتقالي الجنوبي، اختتمت الدائرة الثقافية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمعهد جميل غانم للفنون الجميلة المعرض الأول من نوعه الذي يحمل عنوان ماهيات. فكرة المعرض اللي هي عبارة عن يعني رسم لوحات، تمام، عمل لوحات بمواد معادلة تدوير، فحاولنا انه ايش نعمل عدد كبير من اللوحات بعدد مشاركين اللي هو نحن 30 مشارك ومشاركة يعني، تمام. وفكرة المعرض قلنا انه نعمل مواد معادلة تدوير نتكلم فيها على قضايا معينة. المعرض ضم أكثر من 50 لوحة فنية خارجة عن المألوف قدمها مجموعة من الشباب المبدعين في مدينة عدن ضمن إطار معرض الفنون التشكيلية ماهيات التي تعني حقائق، والذي سعى فريق كاينالون المكون من 30 فنان وفنانة استطاعوا فهم واقعهم من منظور جمالي. شاركنا بتنظيم هذا المعرض اللي هو عبارة عن أعمال فنية من مواد مستهلكة، مواد معادلة تدوير. نبين بهذا المعرض أنه من كثر معاناتنا والأوضاع الصعبة ممكن نخرج الفن من أبسط الإمكانيات.
في مرة الشباب يعني قالوا أن حياة الفنانين يعني بشكل عام متأزمة عليهم المواد من ناحية الأسعار، من ناحية المعيشة والحاجات دي، فقالوا ليش ما نعملش معرض نعكس معاناة الفنانين في توفير المواد والحاجات دي، بأنهم يظهروا إبداعهم بأقل تكلفة أو على مواد بسيطة مش محتاجة للمواد الفنية اللي هي الألوان والفرشات والحاجات دي، فقرروا أنهم يعملوا المعرض ده والحمد لله. تميز ماهيات من خلال تحقيق رؤية فنية من خلال إعادة تدوير واستخدام النفايات للتقليل من المخاطر والمحافظة على البيئة والمجتمع، وهذا ما حرص الشباب في ختام المعرض على تنوع الأعمال المعروضة بالرسم على الأوراق والكراتين والحجار والأقمشة لتميز المعرض عن غيره. صفاء السويدي لقناة الغد المشرق، عدن. النشرة مستمرة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير. المركز الوطني لنقل الدم ينظم فعاليات توعوية عن أهمية التبرع بالدم في حضرموت. أهلا بكم جديد. شهدت شوارع مدينة سيئون في حضرموت انتشارا واسعا لعربات الأجرة التوك توك، حيث أصبح التوك توك وسيلة النقل الرائجة عند المواطنين خلال تنقلاتهم نظرا لانخفاض أسعارها مقارنة بوسائل النقل الأخرى. هذه العربة الصفراء ذات العجلات الثلاث مصدر رزق لفهم مذكور، ولم يعد ارتفاع أسعار المحروقات هما له. ارتفاع أسعار المحروقات وأجور النقل مشكلة ما زالت مرهقة للسكان في مدينة سيئون، والتوك توك كان حلا لها لعمله بالطاقة البديلة. هذا التوك توك وفر لنا وسيلة عمل ولقمة العيش، ووفر علينا كثير، ووفرنا على الناس كثير من المواصلات والمعاناة الذي يعانونها. يعني مشوار من المستشفى، من السوق إلى المستشفى ب200 ريال. التوك توك عربة نقل تجمع ما بين خصائص السيارة والدراجة النارية، وتتميز بتهوية جيدة لانعدام الحواجز الجانبية، وفضلت لانخفاض أسعارها مقارنة بأسعار النقل الأخرى. طبعا الاستفادة كانت كبيرة من وجود التكاتك هذا ودخولها العمل في البلاد، نظرا لأنها ما تعتمد المحروقات بشكل أساسي على الطاقة الشمسية، والحمد لله الطاقة الشمسية يعني عندنا من أكثر الدول متوفرة. وهذه السيارات صراحة مريحة جدا وموفرة ورخيصة يعني بالذات من البنزين. في الآونة الأخيرة زاد انتشار عربة التوك توك وأصبحت الوسيلة الرائجة عند سكان وزوار سيئون. التوك توك وفر فرص عمل للمئات من الشباب وكبار السن العاطلين عن العمل، وشكل لهم دخلا مقبولا لكلفته المناسبة. في ظل هذه الأوضاع الصعبة لجأ العديد هنا إلى إيجاد مخرج للتخفيف عنهم معاناة ارتفاع أسعار البنزين وأجور النقل بإيجاد هذه المركبات. محمد بحفين، الغد المشرق، سيئون. دشن المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه بحضرموت الفعاليات التوعوية عن أهمية التبرع بالدم خلال حفل فني وخطابي نظمه المركز في مدينة المكلا ضمن احتفالات اليوم العالمي للتبرع بالدم. قطرة واحدة تساوي حياة، تحت هذا الشعار دشنت في المكلا فعاليات اليوم العالمي للتبرع بالدم في حفل خطابي وفني. الحفل نظمه المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه بمحافظة حضرموت. يحتفي اليوم حضرموت مثلما يحتفي العالم أجمع بهذه اليوم، وهو هذه اليوم تمثل يوما إنسانيا، يوما وطنيا، يوما تطوعيا. فمضمون العمل الإنساني والعمل التطوعي يكمن في هذا
في عملية نقل الدم. تهدف هذه الفعالية إلى تعريف المجتمع بأهمية التبرع بالدم، وأن عملية التبرع بالدم الطوعي هي إنقاذ لحياة شخص محتاج للدم. وهي عملية التبرع بالدم تعتبر عملية إنسانية، ويتوجب على كل إنسان قادر للتبرع بالدم أن يتوجه إلى المركز الوطني لنقل الدم وبحثه، وهناك تتم عملية الفحوصات بشكل مجاني ووفق شروط معينة. إذا كان انطبقت عليه هذه الشروط يسمح له بعملية التبرع بالدم. أوبريت فني وتوعوي عن أهمية التبرع بالدم تم عرضه خلال الحفل، إضافة لاستعراض فيلم توثيقي عن تأسيس المركز ودعم السلطات المحلية والأشقاء بدولة الإمارات العربية المتحدة. هذا المركز صراحة مكمل لنا في كل قطاعات الصحة الموجودة، بالأخص مؤسسة القلب وأيضا الكلى وأيضا المستشفيات وأيضا مؤسسة سدن وأيضا أي أمراض وأي حوادث يكون هذا المركز موجود معنا، وأيضا وجود نائبة المركز هذا نشيطة جدا، وأيضا كل الكوادر الموجودة في المركز بإذن الله تعالى. البنك الدولي أوعدهم بالحوافز، أمس كنا مع نائب مدير المشاريع من عمان وصل أمس وكان بزيارة رسمية المركز الوطني لنقل الدم وبحاثه. احنا نواجه صعوبة من ناحية التبرع، يعني تخيل خلال 3 سنوات ما شاء الله المركز أكثر من 16 ألف قربة صرفها للمرضى، يعني كم المستفيدين، وأكيد نطمح للمزيد. نبغى بس الناس يعني نوعي أكبر شريحة من المجتمع عشان يكون يتبرعوا بشكل مستمر، بحيث أنه المريض يجي يحصل دمه موجود. خلال هذه الفعالية التوعوية بأهمية التبرع بالدم، أعلنت المؤسسة الاقتصادية اليمنية عن تقديم مبلغ 10 ملايين ريال دعما للمركز الوطني لنقل الدم. هذا الدعم إلى جانب دعم السلطات والأشقاء سيسهم في استمرار المركز بتقديم خدماته للمواطنين بشكل مستمر. عيدروس الخليفي لقناة الغد المشرق. أعلنت شركة أوبر وشركة موشينال للسيارات ذاتية القيادة عن شراكة من أجل عمليات التسليم الذاتية للطعام من خلال أوبر إيت، وتمثل الشراكة أولى خطوات تشكيل الصناعة لكلا الشركتين، وتعد هذه أول شراكة توصيل من أوبر مع مزود تكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة. تسعى أوبر إلى إقامة شراكات مع شركات خارجية ذاتية القيادة لتوصيل طلبات المطاعم والاستغناء عن التدخل البشري. اكتشف علماء مؤخرا أكبر نبات في العالم، وهو مرج أعشاب بحر ينمو بالاستمرار عبر استنساخ نفسه قبالة ساحل استراليا. وكشف التحليل الجيني أن الحقول الممتدة تحت المياه الاسترالية من عشب البحر الأخضر المتشابك هي عبارة عن كائن حي واحد يغطي 180 كيلومترا مربعا، وينمو ويعيش من خلال نسخ نفسه منذ أكثر من 4500 عام. ويصف العلماء مرج عشب بوسايدون المترابط في أستراليا بأنه أوسع مستنسخ معروف انتشارا على الأرض، وهو يغطي منطقة أكبر من واشنطن. نهاية النشرة، تذكير بالعلوي. المبعوث الأمريكي لليمن يقول إن الهدنة الأممية هشة ولا تعالج أسباب الحرب، ومجلس التعاون الخليجي يسعى لهدنة أطول. موجة صراع جديدة بين قيادات ميليشيات الحوثي حول ولاء القبائل. فريق كيان لون يختتم معرضا فريدا من نوعه يضم أكثر من 50 لوحة فنية خارجة عن المألوف بعدد. لمتابعتنا عبر البث المباشر زوروا موقع القناة الغد.com وتطبيق ضبط الإخباري. إلى اللقاء.